لدينا العديد من الفعاليات الثقافية والفنية في الساحة الفلسطينية لإثبات الهوية الفلسطينية ولاستنهاض الهمم على كافة الأصعدة. افتتاح فعاليات مهرجان رام الله للرقص المعاصر في القدس، وهذه مفارقة كبيرة بشار، انه افتتاح مهرجان رام الله للرقص المعاصر في مدينة القدس على العكس من الفعاليات الاخرى اللي كانت تصير باسم القدس ولكن راح تكون في مدينة رام الله او في المدن الاخرى. ولكن سنتحدث عن أهمية انطلاقة فعاليات مهرجان رام الله للرقص المعاصر في المدينة المقدسة. اذا سموه مهرجان القدس يمكن يمنعوه زي باقي المهرجانات. نعم، لكن هو هذا مهرجان، ما هو هذا السادس على التوالي، يعني هو معروف انه هذا مهرجان رام الله للرقص المعاصر، لكن السنة هاي اختاروا أن تكون الافتتاحية في مدينة القدس وبالأخص في المسرح الوطني، في المسرح الوطني في الحكواتي، كان يوم الأربعاء الماضي. سنستضيف للحديث عن تفاصيل هذا الموضوع داود عودة. مرحبا، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، صباح الخير داود. صباح الورد داود. شو أهمية إعادة اعتبار مدينة القدس كمدينة يتم فيها الانطلاقة، يتم فيها مركزية العمل بخاصة في المهرجانات الثقافية؟ لرمزية مدينة القدس للشعب الفلسطيني قدر كبير جدا، وهناك هو على الرغم أكيد على الرغم من اللي بتواجهه المدينة المقدسة والقدس من الاحتلال. نعم. من تهويد، من كافة هذه التفاصيل. كل فعالية تقام بالقدس لها رونق خاص ولها قوة خاصة ودعم تقدمه للشعب الفلسطيني، لأنه إحنا من خلال هذه المهرجانات أو من خلال هذه الفعاليات اللي بتقيمها مراكز فلسطينية. نعم. ثقافية في القدس، فكرة أو رسالة نوصلها بطريقة غير مباشرة للاحتلال وللعالم، أنه الشعب الفلسطيني ما زال في القدس حي وما زال منفتح على الثقافات العالمية ومنفتح على النشاطات الأخرى اللي ممكن يقوم فيها. وبحب أحكي عن مهرجان رام الله للرقص المعاصر بشكل مختصر. هو مهرجان تقيمه سرية رام الله منذ عام 2006 تنظمه، يضم عدد كبير من الفرق العالمية للرقص المعاصر. هذا العام كان التركيز في مهرجان رام الله للرقص المعاصر على استضافة الفرق التي تضم راقصين ذوي الاحتياجات الخاصة. هذا كان بميزه حتى هو عنوان أو الشعار ثيمة المهرجان. ثيمة المهرجان كان هو الاختلاف 100%، كان الاختلاف باستضافة الاختلاف الفرق. طبيعي صحيح؟ 100%. نعم. الاختلاف طبيعي جدا، لكن احنا هون بنحكي عن أشخاص سالمين أو غير سالمين من ذوي الاحتياجات. ذوي الاحتياجات. نعم. الخاصة. هدف المهرجان بشكل رئيسي هو تشجيع الجمهور الفلسطيني، من تشجيع الجمهور الفلسطيني على المشاركة في النشاطات اللي بتصير في المدينة المقدسة أو في رام الله كمهرجان رام الله للرقص. نعم. المعاصر، وفتح المجال لتبادل الثقافي بين الجمهور الفلسطيني والجمهور العالمي. وجزء من هذا المهرجان كان ورشات عمل تدريبية تقوم فيها الفرق مع راقصين محليين فلسطينيين في رام الله. الأساس لهذه الورشات هو التطلع لتأسيس فرقة للرقص المعاصر في رام الله. نعم. تكتسب خبرات هذه الفرق المتنوعة التي يستضيفها المهرجان. وإحنا في مركز يبوس الثقافي في القدس هذه السنة الثانية على التوالي، العام الماضي كان وهذه السنة كانت لنا مشاركة في تنظيم مهرجان فعاليات مهرجان رام الله للرقص المعاصر في القدس. نعم. بالشراكة مع سرية رام الله. بالشراكة مع سرية رام الله 100%. إلنا الشرف في هذه في هذا التعاون، ومشاركتنا تقتصر على الأمور الدعائية للمهرجان، ضمان حضور أكبر عدد من الجمهور. نعم. المقدسي لهذه الفعاليات، أهمية هذه الفعاليات وأهمية إشراك الشعب الفلسطيني بهذه الفعاليات، وخصوصا الفرق التي تعمل بالقدس على تأسيس قسم للرقص المعاصر في داخلها، مثل الفرق المحلية زي فرقة أوف، الفرقة الموجودة عندنا حتى بالمركز، فرقة مركز يبوس الثقافي. داود، بما أنه قبل شوي حكيت عن استقطاب جمهور، أنا حابب أدخل أكثر في موضوع الرقص نفسه، هذا الرقص المعاصر.
احنا بنعرف شو طبيعة هذا الرقص ونوعيته اللي هو نسبيا جديد هون في فلسطين. بعرفش قديش كيف بتشوفوا ردود فعل الناس، ردود فعل الشارع الفلسطيني بشكل عام تجاه هيك نوع رقص. يعني انت بتعرف في برضه نوع من الجدل حول هذا الرقص، شو برأيك او شو تلقيت ردود افعال، سواء مستغربة من الاشي او ممكن مستنكرة، او في ناس بقول لك انه هذا اشي مش كويس، انه رقص ومش رقص، فهيك بس حابب اكثر لو تعطينا انعكاس للشارع الفلسطيني حول رأيه لهذا النوع من الرقص. تمام. كردود افعال عامل، ما واجهتنا ردود افعال سلبيه تجاه هذا النوع من الرقص، لكن هناك من يتحدث بطريقه او باخرى عن هذا النوع بانه ليس هذا النوع من الرقص الذي نحتاجه بفلسطين بشكل عام او بالقدس بشكل خاص، الا انه احنا بنطلع على هذا الموضوع هو موضوع يختلف تماما عن هذه الآراء. الرقص المعاصر هو رقص مثل الرقص الشرقي، مثل ما في جزء من الناس بيطلعوا للرقص الشرقي بأنه هو مهارات أو أداء يقوم فيه الشخص لينتج رقصة معينة أو حركات معينة أو أسلوب معين يقوم به يعني بنفس الوقت مع موسيقى معينة لينتج رقصة معينة. بنفس الشيء موجود في الرقص المعاصر، هو عبارة عن حركات وأداءات يقوم على بها الرغم من وجود بالجسم. اختلافات، يمكن أنا هون بخالفك شوي، إذا هناك اختلاف كبير ما بين أنواع الرقص الأخرى والرقص المعاصر. الرقص المعاصر هو بيحمل رسالة في طياته، بحركاته، حتى بالناس المؤدين لهذا النوع من الرقص. يعني زي ما حكينا أنه شعار المهرجان السنة هاي هو الاختلاف طبيعي، ومشاركة عدد من الفرق العالمية اللي بيكون أعضائها من ذوي الاحتياجات الخاصة، اللي بيعبروا فيها عن مدى غضبهم مثلا من كيف بتعاملوا معهم الناس، كيف ممكن ان هم قادرين على انه يعملوا هاي الرقصات بهاي المهارة العالية. حتى شفنا في فرق كمان، فرقة كدوكو، نعم، هي فرقة كانت تثبت انه الناس من ذوي الطبقات المهمشة او الطبقات الغير مرغوب فيها زي ما بنحكي احنا، واحنا ننظرهم بطريقة سلبية، كانت هي ايجابية جدا. مزبوط. فلهيك لازم نحكي انه كمان الرقص المعاصر في له رسالة، مش بس ثقافة شعب كامل بتعبر 100%. عنه من خلال استضافتنا للفرق، وكل فرقة احنا بنستضيفها بتكون من بلد معين. الرقص المعاصر لهذه الفرق من فرقة لفرقة او من بلد لبلد خلينا نحكي يختلف، نعم، بتختلف طبيعته، بتختلف تفاصيله والموسيقى تبعته، بتختلف الرسالة اللي بيحاولوا، نعم، تحاول هذه الفرقة اللي جاي من البلد الفلاني انها توصلها. كمثال، مثال زي ما حكيتي انت، فرقة كوندوكو اللي بتضم ثلاثة من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي نعم. هم فاقدين الأطراف. لحد اليوم تقريبا ردود الأفعال من الناس كانت انه هذه يعني هي أفضل فرقة واستمتعنا فيها أكثر شيء، لأنه احنا شفنا شيء كثير من الناس ما شافته، نعم، وكنا بنستنى نشوفه انه الناس ذوي الاحتياجات الخاصة فاقدين الأطراف ايش ممكن احنا نشوفهم في خلال في إطار الرقص المعاصر. عفوا، في الاخر يمكن لازم نحكي عن النشاطات او العروضات اللي باقيه من مهرجان 100%. العروضات الباقيه راح يكون اليوم في عرض لفرقه من فرنسا اللي هي فرقه المصمم للرقص المعاصر، نعم، اللي ماجي مارين، نعم، من فرنسا. سيكون العرض في الحكوات الساعه 7، وسيكون هناك غدا السبت في تمام الساعه 11 ظهرا عرض للاطفال للفرقة النرويجية اللي بتقدم كمغامرة باستخدام مرافق مركز يبوس الثقافي، نعم، للأطفال. وسيكون في نفس اليوم في تمام الساعة 7 مساء للفرقة الإيرلندية، نعم، واللي اسمها الفرقة تبعت الأطفال اللي اسمها، سوري بس الأسامي، نعم، فرقة أبالينجو، نعم، والفرقة نعم. الإيرلندية هي فرقة جون سكوت، نعم، اللي بتمزج ما بين الرقص المعاصر والمسرح في نفس الوقت، نعم، العرض المسرحي والرقص المعاصر. وراح يكون الختام في 24 شهر في الحكواتي برضو في تمام الساعة 7 للفرقة التونسية للأخوين هادي وعلي ثابت، يلي بيجمعوا بين الرقص المعاصر والموسيقى الصوفية. يعني احنا لازم ننوه كمان انه مهرجان رام الله للرقص المعاصر هو استنساخ ما بين المدينتين بالقدس ورام الله. نفس العروض اللي بتنعرض في رام الله بتنعرض في القدس، او حتى بالعكس لازم نحكي انها بلشت في مدينه القدس 100%. وبندعو كل الجمهور الفلسطيني بانه يتواجد في هذا العروض لاهميته وضروره
انه احنا نحيي هذه الفعاليات لن نثبت فكره انه الشعب الفلسطيني قادر على التواصل وتبادل الثقافات مع الشعوب يعني الاخرى. بتصور داود ومي انه هذه هي الفكره او المحصله النهائيه والفكره الاساسيه اللي وصلنا لها في ختام حلقتنا لهذا اليوم، هو تواجد الانسان، تواجد المقدسي، تعزيز ارتباطه في المدينه سواء بالتوجه الى محلات التجارة في البلد القديمة أو التوجه إلى العروض المسرحية والثقافية وغيرها. داود عودي، حدثتنا عن المهرجان، هذا مهرجان الرقص المعاصر والذي افتتح في القدس. شكرا جزيلا لك، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من صباح الخير يا قدس. قدمه لكم بشار صغير ومي أبو عصب، وطبعا نشكر كالعادة كل القائمين وكل الحضور الذين ساهموا في إنجاز هذه الحلقة من الكادر، سواء نادر بيبرس مدير الإنتاج وإبراهيم قليبو في الإخراج، بالإضافة إلى كل الكوادر والقوى والجنود المجهولين الذين أعدوا وساهموا في إتمام هذه الحلقة. شكرا جزيلا لكم، وإلى اللقاء. انتظرونا في الأسبوع القادم.